نحن بنعرف ان باستراليا جيبوا شوفوا كل هون كل هالمكان كله عنب حلو وهي ورق العنب جيبوها من هاي الورق هاي الورق استعملوا الورق عنب ثاني شيء عم تشوفوا هون هو اسمه العنب بس تاكلوه ساور اوكي مش عنب عادي اسمه حصرم حلو كل هاي الفاكتيز بتعمل عصير بجيبوا الورق منه لبتعمل اكل حلو شو بتخبرنا عن الاكسبيرينس تبعك بالباراسا فالي what do you think يعني so far nice حلو بس هيك and also a lot of grapes حلو صحيح حق معك احسنت